بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العلي العظيم. الشاب والشائب، أي الشايب، مرور العمر يحدث في الإنسان تغيرا كبيرا، تغيرا في شكله الخارجي، تغيرا في أعضائه في داخل جسمه، تغيرا في النفس، تغيرا في الفكر، تغيرا في القناعات. الشاب يحب التجديد، بكل صوره، والشائب أو الشايب يكره التجديد بأي صورة كان. والصحيح لا هذا ولا ذاك. الصحيح أن نقول نعم للتجديد، المبتني على أسس وأصول علمية، ولا للتجديد المبتني على مجرد الخروج عن المألوف. بصورة عامة، وما من عام إلا وقد خص، الشيبة لا يحبون التجديد، يحبون الانغلاق، يحبون أن يعيشوا كما كان سابقا. وهذا خطأ فظيع. معنى ذلك أنه الحياة تتعطل، معنى ذلك أنه لا يحصل أي تطور في حياة البشر. وفي المقابل
الشباب يحبون التغيير لأنه تغيير، يحبون التجديد والتجدد لأنه تجديد وتجدد، مع قطع النظر عن أن هذا التجديد ما هي آثاره، ما هي ملاكاته. يريد أن يخرج عن المألوف، يريد أن يكون بشكل آخر، وهذا أيضا خطأ فظيع. لا بل أحيانا إن لم أقل كثيرا هذا خطر. خصوصا إذا كان التجديد بهذا المنطلق وبهذا المنطق، إذا كان في الأمور العلمية، هذا جدا خطر، خطر كبير. التجديد لأجل الخروج من عن المألوف، وبالأخص الأخطر من كل ذلك أن يكون هذا التجديد في الدين، التجديد المبتني على الخروج عن المألوف لا المبتني على الأسس العلمية. هذا التجديد إذا كان في الدين فهو أخطر ما يكون، وهذا ما كنا نسمعه من قبل، واليوم نسمعه أكثر من قبل. نريد التجديد في الدين، نريد أن نخرج عن المألوف في الدين، أصوات ونداءات. من قال أن الدين حكر على العلماء؟ الدين للكل، العلماء يريدون أن يحكروا الدين على أنفسهم، الدين ليس خاصا بهم، كما يتكلم العالم في الدين أنا أيضا من حقي أن أتكلم في الدين. وينظر ويقرر وينشر، وطبعا الإعلام يبحث عن مثل هذه الأصوات. أولا، لماذا هذه الأصوات لا نسمعها أو نادرا ما نسمعها في الأمور العلمية الأخرى؟ تريد أن يكون الدين على مقاسك لا المقاس الذي يعينها الفقهاء. في الطب أيضا قل هذا الشيء، عندما تصبح مريضا الطب ليس حكرا على الأطباء، الطب للكل. أنا أيضا أريد أن أنظر، لماذا الطب يكون معقدا بهذا التعقيد؟ اذهب إلى طبيب متخصص وأشعات وتحاليل، لا أريد أن يكون الطب سهلا. شخص يبتلى بمرض خطير قتال، هو يعالج نفسه، يعالج نفسه بشيء سهل، بالماء، يعالج نفسه بالخبز، أسهل أحسن. هذه الدوخة وهذه المصاريف وهذا التعب، لماذا؟ أنا أريد الطب على مقاسي لا المقاس الذي يعينه الأطباء. في الطب لا نسمع هذا الكلام. نريد أن نخرج عن المألوف في الرياضيات أيضا، لنخرج عن المألوف، بدلا أن نقول أن الاثنين زائد اثنين يساوي أربعة، نريد نخرج عن المألوف نقول يساوي خمسة. في الرياضيات لا نسمع، في علوم الكمبيوتر لا نسمع، في الهندسة لا نسمع.
أما في الدين نسمع كثيرا. هذا أولا. ثانيا، تريد أن تجدد في الدين؟ أنا أول من يؤيدك، والعلماء يؤيدونك، والفقهاء يؤيدونك، ولكن بشرط. التجديد شيء محبوب، أن تأتي بشيء جديد شيء محبوب، ولكن على أسس علمية. لا التجديد على أهواء. يا أخي، بعض الناس تنابل كسالى، يريد أن يصل بسرعة. اذهب تعلم، ابحث، دقق، أتعب نفسك، ثم أتي وتحدث عن التجديد حسب الضوابط، حسب القوانين. الطب أيضا تجدد، ولكن لا حسب أهواء، حسب أمور علمية تجدد. الفقه أيضا تجدد، ولكن حسب أمور علمية، ضوابط، ملاكات علمية تجدد. الأصول أيضا تجدد، العقيدة أيضا تجددت، ولكن على أسس علمية. يريد أن يصل بسرعة، لا يدرس دراسة صحيحة، لا يتعلم تعلما صحيحا، لا يعرف الضوابط، يريد أن ينظر. طبعا هذا يحدث فاجعة في الطب. تصوروا لو أن شخصا جاء بهذا المنطق، ماذا يحدث من فاجعة في صحة الناس. القضية تحتاج إلى تعب، لا يكون الإنسان كسلانا مستعجلا. ينقل، هذه القضية قضية واقعية أم نكتة، الله العالم. يقال شخص ذهب، هاجر من بلده إلى أحد الحوزات العلمية الكبرى، إلى كربلاء، إلى النجف، إلى مشهد، إلى قوم، لا أعلم، إلى حوزة من الحوزات الكبرى. فقالوا له: لماذا هاجرت من بلدك إلى هذا البلد؟ قال: أريد أن أدرس، أتعلم، أصبح مجتهدا، فقيها كبيرا، ولو طال ذلك لسنتين. هؤلاء هكذا. لا يعلم أنه بعد 20 سنة لتوه هو في البداية، بعد 20 سنة. طبعا هذا المعنى، هذا الشيء موجود في مدارس أخرى، في بعض المدارس الأخرى موجود هذا الشيء للأسف. سنتين دراسة يصبح مفتيا بالفعل، سنتين. وهذه الفتاوى تخرج لنا. الفتاوى العجيبة، الجمع بين الفاكهة الفلانية والفاكهة الفلانية حرام. فئة من المجتمع يشترون الفاكهة الفلانية حرام، وأمثال هذه الفتاوى التي تعرفونها. قبل سنوات، قبل سنوات قليلة، شخص من هؤلاء المفتين أفتى بأن التدخين شرك، ليس محرما فقط، شرك. لماذا شرك؟ لأن المدخن عندما تقول له: أنت لماذا تدخن؟ يقول: لكي أرتاح، والراحة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الشخص يشرك السجارة بالله سبحانه وتعالى، فهو مشرك.
طبعا دراسة سنتين لا تخرج أحسن من هذا المنطق. إذن الذي يلبس الملابس أيضا مشرك، لأنه تقول له لماذا تلبس الملابس؟ يقول لكي أقي نفسي من البرد، والذي يقي الإنسان من البرد هو الله. والذي يأخذ الدواء أيضا مشرك، لأنه تقول له لماذا تأخذ الدواء؟ يقول لكي أشفى من مرضي، والشافي هو الله. وقس على ذلك كل الناس أصبحوا مشركين. هو الذي كتب هذا المقال هو أيضا مشرك، لأنه لماذا كتب هذا المقال؟ لكي يعلم الناس، والمعلم للناس هو الله عز وجل، فهو أيضا مشرك في كتابته هذا المقال. القضية تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى جهود. الذي جاء بالتجديد في أي مجال تعب، أرهق نفسه، سهر الليالي. العالم اليوم أصبح سهلا، أجهزة ذكية، نظام iOS، نظام أندرويد، ويندوز، ماكنتوش، هذه أنظمة سهلت الأمور. الذي جاء بنظام iOS، الذي جاء بنظام أندرويد، هؤلاء سهروا الليالي، هؤلاء ما جاءوا بالتجديد من فراغ. لو كان مثل فلان وفلان ما كانوا إلى بعد 200 عام يأتون بنظام جديد. الذين جددوا في الطب تعبوا، أرهقوا أنفسهم، حتى أصبح الطب بهذا الوضع اليوم. الذين جددوا في الفقه أتعبوا أنفسهم، سهروا الليالي. نعم يوجد تجديد في الدين، نعم المحق البهباني من هو؟ مجدد في الدين، جاء بطريقة جديدة في الدين، ولكن على أسس. تلاميذه من هم؟ وتلاميذه لعله أعظم من الأستاذ، أعظم منه بعضهم على الأقل. المحق النراقي، الميرزا القمي، السيد بحر العلوم، كاشف الغطاء، هؤلاء أتعبوا أنفسهم، أرهقوا أنفسهم، جاءوا بشيء جديد. شريف العلماء كتبوا في أحواله أنه من طفأ المصباح في غرفته 7 سنوات من أول الليل إلى الصباح جالس يطالع يقرأ، لعله كان يأخذ غفوات في النهار، كان ينام قليلا، في الليل هناك فراغ، هناك هدوء، الفكر أصفى. من الليل إلى الصباح، من بداية الليل إلى أذان الفجر، هو يطالع يقرأ 7 سنوات. من طفأ المصباح في غرفته، ثم بعد ذلك 7 سنوات من أول الليل إلى أذان الفجر المصباح منطفئ. 7 سنوات يقرأ يطالع، 7 سنوات يفكر. التفكير لا يحتاج إلى مصباح، تلك الأيام المصباح الزيتي، كان الزيت كان له قيمة، الفكر لا يحتاج إلى ضياء. من أول الليل إلى أذان الفجر يفكر فيما قرأ، بعد ذلك بدأ بالتدريس. مئات من الفقهاء كان يحضرون في درسه، أحدهم الشيخ الأنصاري، أحد تلاميذه. هكذا حصلوا على العلم، هكذا جددوا. أنت تريد بسهولة، لا لنجدد في الدين. أصلاً لماذا الحجاب بهذا الوضع؟ الحجاب في القرآن الكريم سهل، الروايات الشريفة فيها بعض التصعيب في الحجاب، الروايات لا ترتقي إلى مستوى القرآن، نأخذ بما في القرآن. الموسيقى في القرآن الكريم ليس بهذه الشدة، الروايات الشريفة ليست بمستوى القرآن الكريم، نأخذ بما في القرآن. طبعا نفس هؤلاء الذين يطالبون أن نأخذ بما في القرآن ونترك الروايات الشريفة، نفس هؤلاء يطالبون بتحريم التطبير. عجيب، تحريم التطبير موجود في القرآن؟ موجود في الروايات الشريفة؟ نفس هؤلاء
أي تهافت هذا؟ أي تناقض هذا؟ في أي آية قرآنية يوجد تحريم التطوير؟ ثم الأخذ بكتاب الله وحده، هذا فتوى إمام غيرنا الذي قال حسبنا كتاب الله. إمامنا لا يقول هذا الشيء. لماذا بعض منا يطالب بهذا المطلب؟ هذا خلاف نصوص القرآن الكريم، الأخذ بالقرآن الكريم وحده خلاف القرآن الكريم نفسه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ حسبنا كتاب الله، خلاص. الرواية الشريفة لا ترتقي إلى مستوى الآيات القرآنية، لنأخذ بالقرآن الكريم في الحجاب في غير الحجاب. الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. القرآن وحده؟ لا. وأنزلنا معهم الكتاب وحده؟ لا. والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، خلاص كافي. لماذا نأخذ الرواية الشريفة؟ الرواية الشريفة مختلف فيها. القرآن هو المصدر الوحيد، خلاص. طبعا لعلمكم الذي يأخذ بالقرآن وحده يلزم أن يفتي بحجاب أشد مما أفتى به الفقهاء، لأن الحجاب الموجود في القرآن الكريم أشد من الحجاب الموجود في الرواية الشريفة إن تركنا الروايات الشريفة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اقرأوا الآية القرآنية واعرفوا معنى القرآن. الحجاب الموجود في القرآن الكريم إن تركنا الروايات الشريفة يلزم أن يكون أشد من هذا الحجاب الذي يفتي به الفقهاء. الروايات الشريفة فسرت القرآن الكريم وخففت، أما القرآن كما نفهمه يلزم أن نفتي بحجاب أشد من هذا الحجاب. القضية، المشكلة أين؟ هؤلاء أصحاب هذا النداء الذين لا يتعلمون، الذين لا يدرسون دراسة صحيحة، الذين يتكلمون بالتجديد لا على أسس علمية، مشكلتهم مشاكل، مشاكل ومشاكل. إحدى مشاكلهم الأهواء، وبعضهم يصرح يقول نريد دينا على مقاسنا. مقاسنا من؟ نحن الفئة الفلانية، نحن أصحاب البلد الفلاني، الدين نريده على هذا المقاس. يعني أهواء. الإسلام هو التسليم. لا، الدين ليس على مقاسك، الدين على مقاس معين، أنت يلزم أن تطبق نفسك بهذا المقاس، لا تطبق المقاس بنفسك. ثم المشكلة الأخرى، هؤلاء عندهم صدمة، لا يرى شيئا جديدا فيصدم. المشكلة فيك، أنت لا تقرأ القرآن. فيه تجديد، نعم. الرواية الشريفة فيها تجديد، نعم. كم من النصوص الشريفة قرأتها؟ 10 النصوص الشريفة؟ لا، حتى أقل منها. وتريد أن تعرف الدين؟ طبعا لا تعرف. كم من النصوص، لا أقول قرأتها، كم من النصوص سمعتها على الأقل؟ 10 النصوص الشريفة؟ لا، حتى أقل من ذلك. النصوص الشريفة فيها تجديد؟ نعم فيها تجديد، اقرأ ستجد. ثم دقق. الرواية يسمعها الشخص، خلاص دقق في هذا الكلام، كلام معصوم. دقق في الآية القرآنية، كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات فيها عمق كبير جدا جدا جدا. رواية شريفة كثير منكم سمعتموها، تعرفونها، عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رواية صحيحة: لا ينقض اليقين بالشك. 5 كلمات: لا ينقض اليقين بالشك. في حديث شريف آخر: لا تنقض اليقين أبدا بالشك. 6 كلمات:
لا تنقض اليقين أبدا بالشك. حديث شريف. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا الحديث الشريف كتب في كتاب له، كتيب له، أقل من ورقة واحدة، ورقة صغيرة. اليوم أحد الفقهاء واستفادوا من هذه الرواية الشريفة قليلا من الأحكام الشرعية. اليوم أحد كبار الفقهاء أدام الله ظله الشريف كتب عن هذه الرواية الشريفة، هذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب، قاعدة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب، كتب عن هذه القاعدة 3 مجلدات. روايات أهل البيت، واستفادوا اليوم الفقهاء يستفيدون من هذه القاعدة مئات من الأحكام الشرعية، إن لم أقل آلاف، مئات من الأحكام قطعا. الرواية نفس الرواية، الشيخ المفيد تعب، الذي جاء من بعده تعب، الذي جاء من بعده تعب. الكلمات هذه بحاجة إلى تنقيب، بحاجة إلى الغور في أعماقها. هذه كلمات نورانية، هذه ليست كلمات أحمد وأمثال أحمد، هذه كلمات أئمة معصومين عليهم الصلاة والسلام. ركز، دقق في كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، تجد التجديد الكثير الكثير في هذه الكلمات الشريفة. الفقه اليوم مع الفقه قبل 1000 عام يختلف اختلافا كبيرا جدا. من أين جاء؟ الروايات نفس الروايات التي استفادها الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، ولكن هذا التحقيق، هذا التدقيق جعلهم يكتشفون في مجالهم، في مجال الفقه، اكتشافات كبيرة كبيرة. قلت لكم هذه الكلمة هي نفس الكلمة التي استفاد منها الشيخ المفيد وهذا الفقيه اليوم، بفارق ذاك اليوم يستفيدون من هذه الكلمة 20 مسألة شرعية مثلا، 30 مسألة شرعية، اليوم 1000 مسألة شرعية أو أكثر لعله، من نفس الكلمات. الخلاصة، التجديد شيء صحيح في الدين، نعم صحيح، ولكن لا من أمثال هؤلاء الذين لا يعرفون أسس الدين. شخص جاءني في هذا المسجد الشريف مدير إحدى أشهر الجامعات في أوروبا، عنده تنظير طبعا من الشيعة يعني من المؤمنين، يريد التجديد في الدين. لا بأس، أنت أهل الدين، أنت تعرف النصوص الدينية، لأنك مدير جامعة مشهورة من حقك أن تنظر في الدين؟ لا، أنت تخصصك في مجال ثاني، لا نحتاج إلى التجديد في الدين. لا بأس، كيف؟ أن نأخذ بالقرآن الكريم، هذا النداء المشهور، الروايات الشريفة مختلف فيها لا نعلم، قلت هذا خلاف القرآن، هو القرآن لا يرضى بهذا الذي تقول أنت، هذا يستلزم التناقض. جرى الحديث، وصل إلى موضوع، قال هذا الشيء خلاف العقل. قلت له خلاف أي عقل؟ خلاف عقلك؟ قال نعم. قلت من قال لك أن عقلك حجة شرعية؟ هذا الشيء الذي تقول هو خلاف عقلك ليس خلاف عقلي. قال عقلك أيضا ليس حجة. قلت نعم، وعقلي أيضا ليس حجة، لا عقلك ولا عقلي، الحجة هو الدليل العقلي، جئني بدليل عقلي أقبل. خلاف العقل، أنت تقول خلاف العقل، في آية قرآنية ورد أن عقلك حجة، عقول الناس مختلف، أنت تقبل شيئا شخص آخر لا يقبل ذلك الشيء، أنت تستسيغ شخص آخر لا يستسيغ، فإذن الدين العوبة. قال لا بأس، هذا الذي يقال، ديني على طريقتي ودينك على طريقتك. قلت أي آية قرآنية تقول هذا الشيء؟ أنت تقول نأخذ بالقرآن،
توجد آية قرآنية تقول دينك على طريقتك وديني على طريقتي؟ من أين؟ يوجد دليل عقلي يقول دينك على طريقتك وديني على طريقتي؟ من أين؟ دليل عقلي، لأنه خلاف العقل، العقل يقبل العقل يرفض، دليل عقلي، جئني بدليل. لأنه مدير جامعة، أستاذ كبير، مدير، هو مدير جامعة ينظر، يا أخي القضية نقبلها تجديد، نحن وراء التجديد، نحن نحب التجديد، فقهاؤنا جاءوا بالتجديد، نعظم الشيخ الأنصاري لأنه مجدد، نعظم كاشف الغطاء لأنه مجدد، نعظم النراقي لأنه مجدد، هؤلاء جاءوا بالتجديد ونقبل ونعظمهم، ولكن على أسس لا على أهواء. ومن طلب العلا سهر الليالي، في مقطع آخر يقول يغوص البحر من طلب الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. اطلب المحال. كلمة تنقل عن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بالنسبة للعلم، يقول وبابه الصبر. باب العلم الصبر، تحمل يحصل تجديد، لا للتجديد المبتني على أهواء، المبتني على أننا نريد أن نغير، نعم للتجديد المبتني على أسس علمية، وخصوصا في الدين، الدين فيه تجديد، فيه مجال كبير للتجديد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لينفر ليذهب من كل فرقة طائفة، هذا شيء حسن، ليتفقهوا في الدين، يتعلم الدين، يفهم الدين. أحد العلماء كان يقول كتاب المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر في نهج البلاغة، لعله أطول، على ما ببالي أطول عهد، أطول كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأحد ولاته وهو مالك الأشتر. هذا الكتاب يكفي برنامج أساسي، يعني دستور لقيادة بلد أو لقيادة أمة. كتاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر، الخطوط العريضة، دستور، دستور بلد، الخطوط العريضة للقوانين، الخطوط العريضة لإدارة حكم على طريقة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. راجع هذا الكتاب، كتاب الإمام أمير المؤمنين عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وصلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. نعم، هذا تجديد أم لا تجديد؟ تأتي بنظام حكم مأخوذ من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن هكذا خذ الكتاب هكذا اجعله بين يدي الناس، لا ينفع، الكتاب يحتاج إلى تنقيب، يحتاج إلى استخراج معلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد بهذه الأيام المباركة، أيام شهر رجب، ولا زلنا في أيام مبارك بميلاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم ارزقنا اتباعهم، ارزقنا زيارتهم، ارزقنا المشي على هداهم، ارزقنا الاستفادة من كلماتهم، ارزقنا الاستفادة من طريقتهم وسيرتهم، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.